بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. حلقة النهاردة هي مخصصة للرد على أسئلة حضراتكم. خلينا نبدأ مع بعض بأول رسالة موجودة معنا. بيقول: رسالتي ليكم عبارة عن درس لكل شخص بيفكر يأذي شريك حياته. أنا شخص ربنا إداني كل اللي ممكن أتمناه في الدنيا، زوجة صالحة وأصيلة وبنت ناس، وبالمقابل أنا عملتها بكل أنانية، كنت بسيبها وأدور على غيرها كل فترة، ولما تعرف تواجهني ما بتشوفش مني غير ضرب وإهانة. صبرت وتحملت وربت أولادي أحسن تربية، وأنا غرقان في متع الدنيا والشيطان بيلعب بيا، لحد ما حصل لي حادثة كبيرة، وكالعادة زوجتي وقفت جنبي لحد ما قمت منها، وهداني ربنا وتصلح حالي وبقيت شخص مختلف والحمد لله. وكنت دايما بطلب من ربنا انه يسامحني. بعد فترة اكتشفنا ان هي مريضة مرض مزمن، عملت اكتر من عملية والتعب عمال يزيد عليها. حاسس ان انا السبب، ياما اهملت فيها وهي اهملت في نفسها وانشغلت بيا ومشاكلي. بتمنى من ربنا انه يشفيها ويبتليني انا، لان انا اللي استاهل الابتلاء ده مش هي. مش قادر ارضى ومفيش في دماغي غير ليه يا رب اشمعنى هي وبس. يمكن دي نصيحة وسؤال بيسأله: هل يا رب الابتلاء ده اللي جالها انا السبب فيه ولا لا؟ يمكن دي رسالة ضمن أسئلة تانية كتير هنجاوبها إن شاء الله مع حضراتكم النهاردة مع فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. رسالة، أنا الحقيقة يعني مبسوطة إن هو رجع لربنا سبحانه وتعالى وفاق، وعارف إن هو ممكن يكون مقصر في حق زوجته وحق أولاده، ولكن دايما البني آدم ما يفوقش إلا لما ياخد خبطة جامدة. لكن إنه يفوق منه لنفسه يفضل يتمادى 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 في الغلط، وربنا يديله فرصة مرة واثنين وثلاثة وعشرين لحد ما يجيله ابتلاء شديد جدا فيفوق ويعرف إن الله حق زي ما بيقول. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقة أكتر من نقطة في الرسالة الجميلة دي اللي هي بتنبه الإنسان ومبين التنبيه في إيه؟ أفضل النعم التي ينعم الله بها على العبد أن يرزقه زوجة صالحة طبعا، يعني تعينه على نوائب الظهر على متاعب الحياة. ده أفضل شيء. فالإنسان لما بيلاقي زوجة بهذه الطريقة المفروض يعني يمسك عليها طبعاً قدر استطاعت، ما يحاولش يأذيها، ما يحاولش. طيب أخونا ربنا يكرمه لأنه فاق في الآخر، كان بيأذيها، وأذية المرأة أكبر لؤم يقع من الزوج. الزوج اللئيم هو الذي تحسن إليه زوجته وهو يؤذيها، تحافظ على بيته وهو يعني لا يحافظ عليها ولا على بيته. فالحقيقة هي قامت بدورها، لذلك كانت النتيجة أن ربنا أكرمها في أولادها. ودائما لما الزوجة تخلص في لزوجها وتخلص في التربية وتخلص في المعاشرة الطيبة للزوج، حتى لو كان الزوج سيء، بنلاقي ربنا بيحفظ الاولاد عشان تعب الست المسكينه دي. صح طبعا. وده اللي حصل. الابتلاء احيانا بيبقى فيه منحه للانسان. بينبهه، لذلك احنا دايما ندعي نقول ايه؟ اللهم ردنا اليك ردا جميلا. ايه الرد الجميل؟ رد بلا ابتلاء، انه ينبهك من غير ما يقرصك، تاخد لك قرصه كده فتنتبه، طب انت ليه؟ طب ما ترجع لربنا من غير ما يحصل لك ابتلاء، فسارع بالرجوع. طيب فاحيانا العبد ما يرجعش الا لما يتقرص قرصه كده، ياخد ابتلاء بسيط. فالابتلاء ده انت شايفه تعب ليك، انت شايفه محنه، ولكن هي منحه ربنا اداها لك علشان تفوق، وده اللي حصل. لذلك افضل شيء يجنيه العبد اذا ما ابتلي هو ان ينتبه الى نفسه ويقول: الله انا مقصر مع ربنا في ايه؟ ده انا كنت باذي الست دي، انا ما كنتش قايل بدوري كويس معاها، انا مش منتبه ليها، انا ما اديتهاش حقها. فانتبه. والحمد لله انه انتبه وخد باله، رجع. فلما رجع هي اصيبت، وده سبحان الله. بيشوفي اذا اساء العبد مع ربه اخذ الله منه ما يؤنسه، سبحانك. الصالحين قالوا كده، فربنا يبارك له فيها ان شاء الله ويعافيها. دايما اعرف لو انك انت عصيت وخالفت، لا، في حاجه ربنا هياخدها منك، اي شيء يشغلك عن متعه كنت بتتمتع بيها. بس ربنا يعاقبنا. هي مش عقاب ليها،
على فكرة، مش ليها. ليه؟ دائما ننظر إلى حكمة الله وراء الابتلاء. إحنا نظر يعني هو بالنسبة ليها هي حكمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا متفقين طبعا إنه أقدار ربنا سبحانه وتعالى علينا كلها خير. يعني أكيد في باطن المرض ده خير ليها إحنا ما نعرفوش أو هي ما تعرفوش، ولكن هو في نفس الوقت إنذار ليه هو برضه. إنذار ليه، بس هو رجع وكأنه رجع علشان، وهي ابتليت علشان بقى هنا كان فيه ابتلاء تاني. ايه هو الابتلاء التاني؟ خلي بالك منها بقى، وقف جنبيها وخد بايديها ورب بقى عوض اللي هي عملته معاك. بالظبط، هو ده الوقت اللي احنا نقوله بقى، انت الان يعني في امتحان اخر غير الامتحان الاولاني. انت امتحنت بالمعصيه وبعدين تبت لما ابتليت، والان الشيء اللي كان بيؤنسك وبيعينك على الحياه اصابه ضعف، اصابه مرض، فخايف ليروح منك. ان شاء الله ربنا يبارك فيها، ولكن انت الان بقى عوض كل لحظة او كل تعب هي شافته، عوض الان، وقف جنبيها لحد ما تاخد بايديها ان شاء الله، وربنا يعينك وربنا يشفيها. مدام ايمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا، ربنا يخليك يا رب. عايز اسأل الشيخ سؤال. اتفضلي اتفضلي. هو والدي من زمان وكده بيضرب مامتي كتير وبيتخانق معاها على طول على اي حاجة، وهي مش بتعمل لي حاجه خالص، هو على طول يعني كده كده عصب. طيب حاولي تكلمي هنا مره ثانيه. طبعا فضلت الشيخ غير مقبول بالمره، هو عصبي. الرساله دي مش الشماعه اللي احنا نعلق عليها او نبرر بيها ما ينتج عن العصبيه بتاعتنا. اي انسان ممكن يتعصب، ولكن لا تقل شيئا وقت العصبيه ووقت الغضب، ولا تفعل شيئا وقت العصبيه والغضب تندم عليه بعد ذلك. صحيح، ما جيش انا وقت العصبيه افقد احبابي اللي حواليا بكلمه تضايقهم او اجرح ده، او اقول معلش يا جماعه اعذروني انا عصبي. لا، يبقى احنا كده بنعطي الفرصه بقى لكل ما نتعصب نسيء للي قدامنا. وبعدين انت بتسيء لمين؟ انت بتسيء لاقرب الناس اليك اللي هي ستر وغطى عليك. الزوجه دي ستر وغطى على الانسان، على الرجل، على زوجها، وهو ستر وغطى عليها. يعني هن لباس لكم. وفي اكتر من، شوف القران الكريم بيعبر عن مدى الالتصاق العاطفي ومدى الالتصاق المعنوي ما بين الرجل والمراه. طبعا يعني الروح مع الروح، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، عشان يبين ان انتوا كانكم شيء واحد. خلق لكم من انفسكم ازواجا، كانكم خلق ازواجا، ولكن عشان يبين ان هي منك حته منك، قال من انفسكم، عشان ما تحاولش تيجي تاذيها، انت بتاذي نفسك. فلذلك ما ينفعش ابدا. هي الجزء اللي انت قلتيه، هي وصلت الرساله يعني لوالدك ولكل واحد بيحاول ياذي زوجته. يعني يا ريت نرجع بقى عن افعال اللي هي افعال خلاف مروءات الناس، هذا خلاف المروءه أن يأتي الرجل على الضعيف فيؤذي. هما بقى في بعض الرجال بيتخيلوا إن هي دي القوة. لا. ولكن يعني هو الرجل اللي بيضرب وبيمد إيده على مراته، إحنا نقدر نقول عليه إيه؟ قليل الحيلة. هو ما عرفش يعمل حاجة غير إن هو يمد إيديه ويضربه بس. طيب في سؤال بتقول كنت بصلي وفجأة حسيت إني مش فاكرة إني على وضوء ولا لأ، وما كنتش عارفة أتصرف، هل أخرج من الصلاة؟ لا أكمل. الفقهاء يقول لك ارجع الى اليقين اللي انت كنت عليه. شوف كده، ايه اليقين يا ترى؟ انا قبل ما ادخل في الصلاه اليقين بتاعي كان ايه؟ ده اليقين بتاعي اللي انا فاكره ان انا كنت متوضئ وانا حسيت في الصلاه ان وضوء انتقد. لا، يبقى انا ارجع الى اليقين بتاعي الاولاني واستصحبه معايا. ده انا كنت متوضئ، يبقى استصحب الوضوء معايا. طيب ده انا ما كنتش متوضئ قبل البتاع، اليقين بتاعي غلب ان انا ما كنتش متوضئ، يبقى استصحب ده معايا، يبقى الاصل ان انا مش متوضئ، اطلع اتوضى وابتدي صلاتي من جديد. ادي فدي امر ده للانسان الايه؟ للانسان المعتاد اللي هو ما عندوش وسوسه. لا، في ناس بقى هي دائمة الشك في الصلاة، ده الوسواس القهري، ده نقول له بقى اقف مهما تحس، لا خليك في صلاة عشان نعالج الوسواس اللي هو عندك. فاما فلو كان شخص معتاد ينسحب عليه اللي احنا قلناه في الاول، اما لو كان شخص عادي شخص موسوس، يبقى احنا نقول له لا خليك في صلاتك، وخليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعني لا يخرج من الصلاة الا اذا استيقن شيئا، خروج شيء او خروج ريح او شم اي شيء، ده هو ده، او وضوء انتقد، يبقى هنا يخرج من الصلاه. ده لو كان انسان موسوس يبقى على ما هو عليه. زوجتي عندها ذهب بقاله سنتين بهدف انها تلبسه، بس ما كانتش بتلبسه وبلغ النصاب، هل عليه زكاه؟ طيب، ذهب الزينه اختلف فيه العلماء، عشان برضه لما نسمع حد بيقول يا جماعه ده فيه زكاة، نقول ده فيه قول بيقول كده، ولكن احنا معتمد الفتوى في دار الافتاء بان ذهب
الزينة الذي ترتديه المرأة وجايباه بغرض الزينة حتى ولو لم ترتديه إلا في المناسبة. أحيانا كتير قوي السيدات في البيوت بيجيبوا الحاجة يلبسوها مرة وبعد كده يقلعوها، وتيجي مناسبة إما تلبسها وإما ما تلبسهاش، فمش كل واحدة تلبس كل اللي عندها. فبنقول لو كان للزينة في أساسه فلا زكاة فيه ولو كان بالغا للنصاب. طيب ناخد أم أحمد. أم أحمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على فكرة أنا بحبك جدا. ربنا يخليك يا رب. ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي. أنا الشيخ تعبانة أوي. سلامتك ألف سلامة. وباخد معاه زفات مش لاقي حد يذكر عني. خير يا رب. أنا دايما في مشاكل مع جوزي مع إني والله بعمله بمشيئة الله وحياة ربنا. طب ايه مشكلتك طيب معاه؟ اقل حاجه يكتب ويزعق ويقلب البيت من فوق لتحت ويسيبها وتعلق وضرب. طب اهدي اهدي اهدي. انت بقالك قد ايه متجوزه؟ انا بقالي 10 سنين. 10 سنين؟ ايوه. عندك اولاد قد ايه؟ عندي 4 اولاد. طب هو ايه مشكلتك معاه عشان يمد ايده او يشتمك؟ على اي حاجه صغيره، على اي حاجه، اي حاجه ممكن حاجه ما تستاهلش خالص. انا تعبت لسه مشي لسه بقول بس ارتاح. بعد الشر بعد الشر اهدي بس. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هو بيشتغل ايه؟ هو فتح مشروع ممكن استفاد والحمد لله. عصبي طيب هو طول عمره كده ولا ده؟ أيوة. طول عمره من طول العشر سنين بيضربك؟ ايوه. وانا مش قادره مش عارفه اروح فين. سايبه فين اهلك طيب؟ حتى لو دخلتهم هيعملوا ايه يعني؟ لا يوقفوا له. هو ايه اللي يعملوا ايه؟ يوقفوا له عشان كان من اول مره لازم حد يتكلم عشان ما يمدش ايديه عليكي. عايزه مشاكل كتير وقليله وليه تحمل عشان خاطر عيالك يعني. هم عرفوا؟ هم عارفين كل حاجه. وانا بطلت اشكي زهقت من كتر الشيكه. تعبانه قوي. طب انت هو بيشرب اي حاجه؟ ايوه بيشرب. يعني وقت ما بيضربك بيبقى في وعي ولا مش في وعي؟ عادي بيبقى عادي. بيبقى قاعد صاحب للنوم ممكن نبقى حاطين لي الاكل وبنتغدى عادي. طب وايه اللي بيحصل؟ ايه المشكله اللي بتحصل وانتوا بتتغدوا عشان يقوم يضربك؟ ممكن مثلا لو زعقت العيال يا حبيبي تعالى هنا او اي حاجه عاديه. ازاي تعلي صوتك وانا قاعد؟ ازاي تتكلمي وانا قاعد؟ حاجه خايفه. طيب انت سؤالك ايه يا امه؟ سؤالي ان انا بقدم، سؤالي ان انا كنت هنتحر النهارده. لا اله الا الله. استعيذي بالله من الشيطان. بس مش لاقي حد يروح له حتى لو سكت اهلي مش هقدر اروح لهم. طب فين اهله هو؟ بلاش اهلك انت، فين اهله هو؟ عادي هم اهله اصلا مش حابيني ان انا اشكلهم. طيب حاضر حاضر. تابعينا يا ام احمد. اتفضلي فضيلة الشيخ. انا الحقيقه مش عارف موضه بقى. واحنا يعني دلوقتي مفيش حلقه بتعدي من غير الضرب. وايه اللي بيحصل للناس؟ هو الانسان طالما هو مش قد الزواج ومش قد المعامله بالمعروف للانسان الضعيفه اللي معاه اللي ربنا اوصى بيها واوصى بالاحسان ليها، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اوصانا بيها واوصى بالاحسان ليها، ما انتش قد المسؤوليه بلاش تتجوز. انما الناس تفضل تعمل كده. امر تاني على فكره، دائما المخدرات بتعمل عصبيه على الانسان. ده اساس. ما فيش مره بسال فيها حد بيغسل وبيقول بتضرب بيشرب تقول بيشرب. لانها بتعمل خلل في المخ. طبعا هي بتخلي المخ في نوع من انواع الخلل وعدم الاتزان وتاكل في خلايا المخ لا محاله، وتؤدي بعد كده الى العصبيه المفرطه بهذه الطريقه. ده انت انسان ربنا رزقك وجعل لك مكان تتسبب برزق حلال منه برزق حلال، ورزقه بالاولاد وما حرمكش، معاك 4 اولاد يعني معاك اسره كبيره مش صغيره. الانسان اللي قاعده في البيت دي اللي هي بتقوم على التربيه كل شويه تاذيها لاتفه سبب، الحقيقه يعني ربنا ان شاء الله يهديه. ولكن مساله انك انت تفكري تاذي نفسك او اياكي ولا هتسيبي هذا الانسان للاولاد هيضيعوا الاربعه، فتحملي على قدر الاستطاعه ان شاء الله ربنا يعينك وربنا يهديهولك ويصلحهولك. الجاي الى الله بالدعاء. وانا نفسي يعني لو في حاجه شيء كده لنصرتها يعني السيدات المأذيات بهذه الطريقه. زي اي يعني. حاجه بقى مؤسسه ما مكان اي شيء يبقى مسؤول ان تعالى زوج
عامل الست دي باحترام، والا يبقى فيها فيها عقاب ليك. الناس او الزوجات اللي احنا في والدها متوفي، والدتها متوفيه، ما لهاش حد يقف جنبها، ما لهاش حد تشتكي له، نسيبها لما تنتحر، يمكن لما يكون في عقاب يفوق. والله صحيح. انا شايف يعني لو تنظم، ينظم شيء كده، وبقى مسؤول ان المراه تشتكي الى هذا وتشتكي وما تتاذيش، مش يستغل بقى اي حاجه هنجيبك. والله ما انا شايف الرادع لمثل هؤلاء ده افضل من ان نتركهم بهذه الطريقه. صحيح صحيح. ناخد مدام ايمان. ايوه حضرتك، معاك. اتفضلي. اهلا بيكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا عايزه اسال الشيخ على سؤال. اتفضلي. انا جوزي حلف عليا بالطلاق، وانا يعني ما اروحش عند بيت ابويا. قال لك ايه؟ حلف قال لك ايه؟ هو ما قاليش، انا قال امه. قال لها ايه؟ قال لها لو راحت تكون صادق. تمام. لو رحت فين يعني مع بعض؟ لو رحت فين؟ عند بيت ابويا. يعني هو عايزك ما تروحيش خالص يعني. كل ما اقول له ان انا هروح وكده ما بيوافقش يعني. ليه؟ مش عارفه. لا يعني انت ما قلتلوش ليه مش عايزني اروح؟ قلت له، بيقول لي كده وخلاص. فانا مش عارفه السبب بصراحه، فانا اتضايقت يعني ومشيت. رحت؟ انا سمعته يعني. يعني هو لما قال كده قال لوالدتك لو جت عندكم هتبقى طالق؟ لا، لوالدته هو. لوالدته هو، لو رحتي بيت والدك هتبقي طالق. انت رحت؟ انا عانيت بصراحه ورحت. وبعدين؟ وقعدت 12 يوم كده، ووالدته جت خدتني وهو كلمني يعني وما فيش حاجه، بس اضطريت ان ارجع يعني عشان الاولاد وكده. فانا عايز اعرف يعني نعمل ايه يعني عشان انا رجعت. طيب حاضر حاضر. تبين اتفضل فضيلة الشيخ. اولا هو لا يجوز للرجل ان يمنع امرأته من الذهاب لبيت أبيها بهذه الطريقة. طيب. لها أن تذهب مرة أسبوعيا. فيش فايدة. ممكن ما تباتش. ما تباتش ما له أن يمنعها من البيت. لا، تروحي تقعدي وبعدين ترجعي تباتي في بيتك. أما أن يمنع الرجل امرأته فهذا لا يجوز. وبعدين دي رحم. هل هي لها الحق أن تقول له ما تروحش عند والدتك أو تمنعه من زيارة والدته؟ ملهاش الحق. وكذلك ايضا دي الرحم بتاعتها، دي قعدت معاهم يعني لحد كام، وعشرين سنه مثلا قاعده مع ابوها وامها. تيجي تتجوز واحد يقول لها تاني يوم لو رحتي عند بيت ابوك يبقى طالق؟ طبعا هذا لا يجوز شرعا، وليس له ان يفعل هذا. الامر الثاني، الطلاق ليه الف حل بهذه الطريقه. ده طلاق معلق، هتلاقي الغرض منه التهديد ومش عارف ايه، هنقول له طلع كفاره وخلاص. ولكن هو خطا كبير ان الزوج يحلف على زوجته انها ما تروحش عند اهلها، او حتى ما يحلفش ان هو يمنعها من زياره اهلها، لان انت كده بتتسبب في قطيعه الرحم. والقران الكريم قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. يبقى ربنا ولاك زمام الامور وخلاك قيم عليها علشان تمنعها من زياره اهلها، طبعا ده لا يجوز. هي بقى عالجت الامر بطريقه خطا اخرى ايضا. عالجت ان هي تعانيت. احنا مش عايزين ابدا مساله العناد دي. هو كان حلف عليكي خلاص سمعا وطاعة، وحاول احل المسألة بطريقة تانية. نقول له طيب نسأل كده حلال ولا حرام؟ طب ندخل اهله، ندخل حد عاقل يحل لنا المشكلة، وبلاش ليه؟ لان كان ممكن الامر يتطور اكتر ونصل الى مرحلة الطلاق. هو عانت كمان وراح قال خلاص انا هطلق، فاحنا مش عايزين ابدا نوصل للمرحلة دي. طيب ناخد سؤال كمان. بتقول هل لو اشتغلت من ورا زوجي لانه رافض وانا محتاجه فلوس الشغل عشان اساعد اهلي والشغل على النت ومن البيت، هل كده يبقى حرام؟ كتر خيرها ان هي شايله هم اهلها. ولكن بقول لو كان هذا العمل اللي هتعمله من البيت، لو خروج بره البيت، لا، الزوج له ان يمنع هذا. ولكن ده في داخل البيت. نقول بقى هل هذا الوقت اللي انت هتستقطعيه يؤثر على حقوق الزوج، على حق الاولاد، على حق البيت؟ لو ما كانش بيأثر اجعلي جزء من هذا الوقت، وممكن يبقى في وقت كبير قدامها تشتغل اي حاجه عن طريق الانترنت مثلا، كان بتسوق حاجه وتتكسب وتساعد اهلها. انا شايف ليس في ذلك مانع وليس له ان يمنع هذا. طيب مش هتقول له خالص؟ هم بيقولوا لي بيوضحوا لي السؤال ان هي مش هتقول خالص. ما فيهاش مشكله خالص، طالما ان ما فيش ابدا اي تعارض مع هذا العمل اللي هو في البيت، ما بتخرجش حتى بره الباب، ومع حقوقه الزوجيه. حقوق البيت، حقوق الاولاد، حاجاته مقضيه بتاع، فبتقعد فتره على الانترنت ان كانت حاجه بتسوقها ولا حاجه، وبتتكسب بعض الشيء لاهلها جزاها الله خيرا. واظن برضه لو هو علم ليس له ان يمنع هذا. طيب قصه كانت جات لي عايزه اخد راي حضرتك فيها، عشان انا كنت في نقاش طويل في الموضوع ده. زوج تزوج زوجه وانجب منها ولد وبنت، وحصلت خلافات كبيره جدا جدا بينهم وبين بعض، ادت لكره
الاثنين لبعض. البنت عايشه مع الام والولد كان عايش مع الاب، ما بين الاب والام كل شويه لحد ما استقر مع الاب من فتره طويله. الاب بعد الولد ما كبر وهو دلوقتي في العشرينات بدا يتكلم معاه على ان هو صديقه، على انه ابنه صديقه يعني، وبيفضفض معاه، بس طبعا ممكن يكون في بعض الكلمات فيما تخص الام اللي تجرح الولد، وفي النهايه هي امه عملت اللي عملته او حصلت المشاكل اللي موجوده، فهي بينهم هما الاثنين، بين الزوج والزوجه. هما انفصلوا خلاص. انفصلوا من زمان. نعم. الولد قال للاب انه استنى ما تاخدش اي موقف فيما يخص انه محاكم او شكوى او قضيه او ايا كان، وانا هحاول اعالج الامور. من الواضح ان الولد ما قدرش يعالج الامور مع الام. فلما وصل لمرحلة فيها شد مع الأب، والأب شايف إن ابنه معرفش يقف جنبه وإن هو بقى راجل وإنه إزاي هو ما ياخدلوش حقه من أمه، طرد الولد بره البيت. هل ده تصرف صح فضلت الشيخ، إن 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 الولاد يدفعوا ثمن المشاكل اللي بين الأم والأب؟ يعني أنا بس هسأل سؤال، كلمة تقفك عند كلمة طرد الولد بره البيت، يعني قال له امشي لا سؤال بس ماشي يقول له امشي بس هل هو سابه في الشارع بره ولا هو راح مكان هو ما يعرفش هو فين؟ نعم، هو قال له امشي وانا مش عايزك تعيش معايا تاني وروح مكان مطروح، ويعني كان بطريقه فيها اهانه. فالولد قال له تمام جدا، رجع من بره لقى الولد لم كل حاجته ومشي. نعم. طيب هل الاولاد يدفعوا ثمن المشاكل اللي بين الزوج والزوجه؟ طيب هو اولا خطا كبير قوي ان فعلا نحمل ابنائنا ما يقع من خلافات ما بين الزوج والزوجه، او ندخلهم يكونوا طرف في البتاع. كتير قوي اني انا يا انت معايا يا انت ضد. طب واحيانا الولد بيبقى محتار يعمل ايه؟ ما هو الاب والام مش عارف مش عارف يعمل ايه، يا ترى انا هنا ولا هنا؟ طب انا لو قلت هنا ازعل. طب ايه هو الولد بقى يكون ذكي لا ينقل ابدا اي كلمه سوء من قالها هذا الرجل على مثلا مطلقته، لان في اولاد بينكم، فالولد المفروض يكون حكيم في التصرف، ما يحاولش يخلي الام هذه تكره هذا الرجل اللي هو في الاصل ابو اولادها، ولا هو يحاول يكره الاولاد في امهم لان دي امهم في الاول والاخر. مساله الطرد لو هو طرده في الشارع بره كده نقول نسيبه، لا ده خطر على الولد، كان يتحمل الامر ده ما كانش يستدعي الطرد. ولكن لو هو مثلا راح الولد عارف انه لو طلعه هيروح يقعد عند امه في مكان كان هو مجهزه، لان انت واضح ان في بنت تانية بمعنى كده ان هي حاضنه، الام متزوجه. لا الولاد يعني الولد والبنت، اعتقد ان البنت يمكن ما هي البنت، خلي بال حضرتك ما زالت الام حاضنه طالما البنت ما اتجوزتش. لا البنت لم تتزوج، البنت عندها 18 سنه لسه حاضنه. يبقى معنى كده لو الولد لو قدامي هذا الرجل اقول له انت قاعده في قاعدين في مكان، يعني جاب لهم مكان قاعدين فيه، ولا هي الام متزوجه؟ متزوجه واحد تاني. اه تمام، والبنت قاعده معاها، يعني مش هو جايب لهم مكان هم قاعدين فيه ينفق عليهم ولا لا على البنت؟ لا بينفق. بينفق، يبقى هو ما كانش يطرد الولد. ما يطردش الولد ليه؟ لان انا لو طردت الولد في الوقت اللي احنا فيه، انا الولد لما يجي يروح لامه ما يلاقيش راحته، أنا يجي يروح للأب ما يلاقيش راحة. نعم. هيروح فين؟ يبقى إذن في حالتي الأمر لو أنا هطلع الولد، مش هقول أطرده عشان بس ما أكسرش نفسية الولد وممكن بعد كده يكره أبوه، لأن سهل جدا الأول. أنا استشفيته من الموضوع، واللي أنا قلته إنه أنت بتطلع غلبك من الأم في وبتطلع اللي أنت مش قادر تعمله مع الأم بتطلعه في ولادك، بتعمله في ولادك عشان أنت مش قادر تعمله معايا. نعم. فاحنا مش عايزين لو كانت الام لم تتزوج وفي مكان هو جايبها لها طريقها، جاب لها المكان اللي تقعد فيه وهي حاضنه، وقلت له انا مش خلاص انا مش مثلا مش عايزه تقعد معايا، روح اقعد مع والدتك. مع والدتك برضه انا ما زال ينفق وينفق. لا القصه مش قصه انفاق بس يا فضيله الشيخ، القصه قصه انه الاولاد بيبقوا محتاجين احيانا لاهم من الفلوس، الفلوس مهمه عشان يتعلموا ويلبسوا وياكلوا ويشربوا كل حاجه، بس فكره الضياعه ان احنا ملناش مكان، احنا نروح عند الام في جوز ام الله اعلم هو بيعامل ازاي، وانه ما فيش راحه عند الام، يروح عند الاب لا ده هو ما عندوش رغبه في وجودي معاه الا اذا كنت طرف واتدخلت عشان احل مشاكله مع طليقته اللي هي امه. لا. طب هو ذنبه ايه الولد؟ يبقى اذا احنا كده هنضيع الاولاد بيننا احنا الاثنين، طالما الام تزوجت يبقى انا ابني ده صعب جدا زوج امه يتحمله، اذا كان ابوه ما تحملوش. النهارده لما يروح يقعد حتى مع والدته مش هيقدر يتكلم، لان ممكن زوج امه يقول له ده ابوك ما تحملكش،
انا هتحملك ليه؟ اصبح الولد ده ممكن معقد من طبعا يبقى انسان معقد. فاحنا بنقول ولو اتلم على حد ممكن يروح في سكه ما نعرفهاش، ولو مشي وقرر ان هو زهق منكم انتوا الاثنين، لا انا رايح لها ولا رايح له، ممكن ما تعرفوش توصلوا له تاني بقيه حياتكم. نعم. ويبقى ده دفع ثمن المشاكل اللي بينكم وبين بعض. نعم ده صحيح. فاحنا بنقول يعني دايما ما نخليش الاولاد طرف في الخصومه ما بين الزوج والزوج او ما بين الرجل وطليقته، لان في الاول الاولاد هم اللي بيشيلوا الموضوع فوق. صحيح. نعم صحيح. طيب ناخد مدام اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. زي حضرتك انا كنت منفصله من سنتين ورجعت الحمد لله، العلاقه ما بيننا استريحت. ليه ابني يوم الجمعه العادي اللي فاتت ضربني على بقي وقال لي اطلع بره البيت. ابنك ده قد ايه؟ 21 سنه. طب وايه اللي وصل ابنك انه يعمل حاجه زي كده؟ علشان بتكلم معاه في حاجات راح ضربني على بقي وقال لي اطلع بره البيت. طردك إيه؟ مش طردني من بيت ابوه. وبابا فين؟ بابا كان قاعد وسامع كل حاجه وسكت. وسكت. بنتي راحت تصلح ما بيننا اول امبارح بيقول لها اضرب جدتك بشبشب وامي بترجع معززه مقربه، اعمل ايه؟ لا لا تاني قولي تاني كده، مين بيقول يا بنتك راحت تصلح بين مين ومين؟ كنت بنتي 23 سنه. راحت تصلح بينها وبين باباها، بيني وبين باباها، راح قال لها اضرب جدتك في الشارع بشبشب. جدتك دي اللي هي مين؟ اللي هي والدتك؟ والدتي. وارجع معززه مكرمه. هو انت مش بتقولي ان انتوا رجعتوا وبقيتوا كويسين؟ لا العلاقه ما بيننا ضايعه خالص، مفيش اي علاقه. انت مش قلتي دلوقتي رجعنا اتطلقت وبعدين رجعت وبقينا الحمد لله كويسين؟ مش كويسين خالص للدرجه اللي هي انا عايشه وما بعيش لخاطر الثلاث ايام. بس اعمل ايه بقى؟ انا عايزه اتطلق. راي حضرته ايه الشيخ؟ طيب حاضر. يعني لما الحقيقه احيانا يعني معالجه النفوس بيبقى صعب جدا. طبعا. وفهمها ايه؟ ما ترجعيش الا ما اضرب بالشبشب يرضى والدته بشيء. ايه يعني؟ والله انا بقى مش فارق لي، انا فارق لي الولد اللي ضرب امه على بقها وضربها. دي مشكله ثانيه. طب والست الكبيره ديت ازاي يعني تضرب او تتهان؟ طب ايه دخلها في الموضوع؟ الامر الثاني يعني الزوج فين لما ابنك يضربك على وشه؟ حتى لو ما فيش زوج، ابنك وقع في مصيبه كبيره اصلا، عقوق يتمد ايده على امه؟ ده عمره ما ده ممكن ما يشوفش راحه في حياته. طب اللي بيأذي امه ده مش هيشوف راحه في حياته. وانا سبق وقلت ده انت خافي عليه والله. ايوه سبق وقلت مفيش واحد داخل كده مراته عماله تشحنه، امك راح داخل امه قاعده كده ست كبيره، فراح برجله كده وقال لها انت مش هتبطلي بقى كل شويه عامله لي مشاكل؟ مفيش. رجله وعد اسبوع اسبوعين الدنيا خلاص ما مشيش عليها تاني. الام واخده، ما هو حس بوجع في رجله، راح كشف فحوصات ومش عارف ايه، قالوا له في سرطان في ال يا سبحان الله لابد ان تقطع، ده الحل. سبحان الله. طيب عمال يفتكر انا ايه يفتكر يا خبر، ده هي دي نفس الرجل اللي انا ضربت بيها رجل امي. ويا كانت عايشه بقى ولا مش عايشه؟ ده فيش، ده هي بعدها باسبوعين فراح لامه يبكي. على فكره دي قصه حقيقيه من واقعنا اللي احنا فيه. الحان يوم هيقطعوا لي رجلي، هيقطعوا ويعيط ويحضنها ويبوس على ايدها ودماغها. قالت له خلاص بالليل ربنا يحلها بقى. وجه الليل وهي لا حال مع ربنا، قعدت تصلي وتدعي ربنا وتبكي. شوف يا رب رجلي، يا رب رجلي ابني، يا رب ده بيجري على اكل عيش وبيجري على اولاده. وخلاص عدى اسبوع، المفروض هو خلاص بيجهزوا له للعمليات، هيروح يتحجز عشان بعدين بدا يشعر بان في التحسن، راح يدوروا على اثر الى المرض، لا يوجد اثر. سبحانك يا رب. وكانت دي تنبيه لهذا الانسان، خلي بالك، نخلي بالنا من الام والاب بالذات. ايه تتمد؟ دي مصيبه كبيره. كلمه تتقال تضايقهم دي مصيبه كبيره. القران قال ولا تقل لهما اوف. هو في اصغر من الكلمه دي؟ اوف كلمه حتى بتقال عند الضيق كده كلنا ممكن نقولها، ولكن القران قال لك لا، عند الاب والام اوقف، اوعى تطلع يطلع منك الحرفين دول ولا الثلاث حروف دول، الاف دي الفاء مشدده، ولا تقل لهما اوف. مش كمان بقى، فنبه بالاخف على الاغلظ. كان الشيء الخفيف ده منهي عنه، امال بقى الشيء الثاني اللي هو تمد ايدك ده يبقى اعظم جرما عند الله. فلذلك ابنك ده يتوب الى الله، والراجل ده اللي مش قادر يصونك في البيت ويخلي ابنك يمد ايده عليك، بصراحه ده يعني راجع نفسك، يعني قبل ما تطلقي ده قرارك برضه، راجع نفسك يعني، ربنا يستر. طيب هو سؤال بيقول ما هي كيفية رد الزوج لزوجته بعد الطلاق التاني؟ طب ما احنا مش عارفين الطلاق تم ازاي. بالضبط. الطلاق تم ازاي؟ يعني طلاق رجعي عند مأذون ولا بالكذا ولا طلاق باين؟ ولا طلاق كمان شفوي؟ طلاق شفوي هنسمعه، يمكن في ساعة غضب، حالته النفسية مش عارف، بنلاقي له مخارج كتير. طيب طلاق رجعي، ما هي الرجعية زوجة، نشوف فترة العدة بتاعتها قد إيه. طلاق باين، ده باين مثلا هيبقى باين بينونة صغرى، يبقى ترجع بعقد جديد
ومهر جديد. يعني جاوبنا جزء كبير من الاسئله، وان شاء الله هنكملها مع حضراتكم. نورتني حضرتك، بشكر حضرتك. هروح مع